معنى، ما هو مش معقول تكون الحملة كلها على بعضها كده موجهة للناس، يعني أصل الإصلاح ده مش هيعمله وهيدفع فاتورته الناس، لا في ناس هتستحمل، لكن فين بقى الدور اللي على الناس اللي بتعمل الإصلاح؟ ما هو الإصلاح ده هو اللي هيأثر الطريقة علينا في حاجات كتير. خلينا بس نشوف الاول ايه حكايه الاصلاح الجريء هيأثر الطريق الحمله دي. وعلى فكره احنا مش ضد ان تبقى في حملات، دايما في المجتمعات لما بيكون في محاوله للنهوض او بطرح مشروع معين بيبقى في هذه الحملات او مثيل لها، لكن خلينا نشوف الشارع المصري تفاعل مع الاصلاح الجريء هيأثر الطريق ازاي ونرجع نكمل كلام. بالإصلاح الجريء نأثر الطريق، تحت هذا الشعار بدأت الحكومة المصرية حملة دعائية بثت من خلال إعلانات الراديو والتلفاز، واحتلت لافتات الدعاية في شوارع وميادين القاهرة، ما أحيا حراكا شعبيا واستنفر حوارا مجتمعيا. تقشف ماشي، تسديد الاستهلاك ماشي، بس في حاجات ما ينفعش فيها التقشف ولا الترشيد. هتتقشف أكتر من كده يعني؟ إحنا أوريدي متقشفين، الرواتب اللي إحنا بنستلمها مش مكفية الغلاء، نروح فين بقى؟ نجوع؟ نصوم؟ نعمل ايه؟ طب حتى اللي بيصوم بيرجع يفطر، احنا هنعمل ايه بقى؟ اللي بيدور على ترشيد او بيدور على اقتصاد البلد اولى ان هو ينصح نفسه اولا. استهلاك والتقشف يعني المفروض ان انا اتقشف على نفسي وارشد الاستهلاك عشان المفروض ان انا بعمل كده عشان مصر يعني. طب هو فين اصلا الحاجه اللي انا هرشدها واتقشف عليها؟ خطه الاصلاح الشامل مصطلح اطلقه بعض المسؤولين لوصف الاجراءات الحكوميه التي اتخذتها الدوله لمواجهه التحديات الاقتصاديه، بدءا من عقد الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمه 12 مليار دولار، ومرورا بتحرير سعر صافي العمله ورفع الدعم جزئيا عن المحروقات، ووصولا لزياده اسعار كافه السلع. هي الحمله عباره عن توعيه، الحمله ما بتخرجش في اطارها غير عن توعيه، وممكن نعمل حملات تانيه وتانيه وتانيه، والعالم كله بيعمل كده مش احنا بس، احنا ما اخترعناش حاجه جديده. هو الموضوع ان في البعض مش متفاهم، لما احنا بنعمل مشاريع وبيكون علينا بعض الضغوط فبنحاول ان احنا نقول للشعب احنا هنتعب شويه او هيبقى فيه بعض الأمور اللي هتبقى ضغط عليك بعض الشيء، فإحنا بنوضح له هذا. مش هتأثر طبعا، المصريين واخدين على الاستهلاك، وصعب إن أنت تقول له يعني ما تاكلش ما تشربش ما تاخدش دواء، ما تاخدش دواء دي صعبة جدا على فكرة. لو أنا شايف في حاجة مصلحة هستحمل إنما ما فيش. بالعكس هتزيدهم بؤس وهتزيدهم إحباط. لا هنقدر بكل شيء، ونقدر ان هي برضه تجيب معانا ايجابيه، لكن مش كل حاجه برضه هي الاعلانات. في الوضع اللي احنا فيه مش هيقدر يستحمل، بس لازم نستحمل لسبب واحد بس، عشان احنا عايزين نعدي لبر الامان بمصر كلها يعني. الناس اللي مش فاهمه لو سمحتوا الله يجزاكوا خير، اقعدوا في بيوتكم وهاتوا حد يعرف يديرها، مصر فيها خير، مصر ما هيش فقيره، مصر مش محتاجه تشحت. حملة دعائية لم تكن الأولى من نوعها، حيث أصدرت الحكومة عددا من الحملات المشابهة من قبل، كان أبرزها تلك التي دعت للتصدي للفساد، وأخرى لترشيد الاستهلاك من الكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن مكافحة التحرش والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية. إلا أن الحملة الحالية تبدو الأكثر أهمية، حيث تعول عليها الحكومة في تبرير الإجراءات التقشفية الأخيرة، وتأمل أن تمثل عونا للشعب على تحمل جراحات الاقتصاد بعد أن بات يعاني أمراضا عديدة. خلينا نتكلم النهارده بصراحه، في اصلاح حصل، في تحليل لسعر الصرف.